السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ معاكم ايمان الانصاري. النهاردة عاملة لكم فيديو مختلف شوية. عاملة لكم ازاي ان انا بهتم بايديا او بعمل بادي كير ازاي، او اعلمك ازاي تعملي بادي كير بحاجات تانية اضافية زيادة هتخلي شكل ايدك كويس وناعم. انا طبعا يا بنات زي ما انتم شايفين انا شايلة كل المانيكير اللي على ايديا خالص، في بس بقايا هنا في الجناب، ده كله هنشيله مع التنظيف، وفي جلد هنا وايديا متدمره وضوافري، فزي ما انتوا شايفين كل ده دلوقتي هنخلي صورته احسن. هنا مستخدمه معايا صابون المغربي، هبقى اتعرفوا مع الفيديو، بس تابعي معايا الفيديو للاخر لان انا هبقى مسرعه الفيديو. فهستخدم الصابون ده وهستخدم املاح البادي كير، تمام، وهستخدم ماسك التفتيح من بوبانا، وهستخدم الصنفرة بتاعت ستاركي علشان اصنفر بيها ايديا. فانتي هتتابعي معايا باقي الفيديو عشان تعرفي الخطوات، وفي الاخر طبعا هنرطب بالكريمين دول من لونا والزيت جوز الهند من امتنان، وطبعا مجهزة المانيكير علشان ايه هوريكو شكل الدنيا هتبقى عاملة زي في الاخر، ومعايا طبعا الادوات بتاعت البادي كير اللي احنا هنستخدمها النهاردة ان شاء الله في الفيديو. ويلا تابعي معايا فيديو الباقي الفيديو عشان تعرفي التفاصيل، وما تنسيش اللايك والاشتراك في القناة وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، ويلا بينا نكمل الفيديو. هاي يا بنات، ورجعت لكم تاني. دلوقتي يا بنات انا جايبه طبق فيه ميه سخنه، حطيت فيه شويه املاح البادي كير شويه كده كويسين، طبعا دوبتهم كويس وحطيت ايدي فيهم لمده 5 دقايق علشان الايد تمتص الاملاح اللي في الميه وتشيل البكتيريا. طبعا يا بنات الحاجه دي بتفتح الايد وبتشيل البكتيريا وبتحفز الجلد انه يبقى طري. طبعا يا بنات انا خلاص عدت 5 دقايق وشلت ايدي من المية، طبعا حطيت شوية صابون مغربي على ايديا علشان هعمل حمام مغربي لايديا بس. طبعا حطيت شوية كده صوانانين، هما بيعملوا رغوة كتير جدا زي ما انتوا شايفين. فضلت اراغي في ايديا كويس واطلع رغوة كويسة، وسبت الصابون لمدة 5 دقايق على ايديا، من 5 ل10 دقايق سبتها على ايديا. بعد كده خلاص يا بنات الصابون خد 10 دقايق او 5 دقايق على ايدي بالكتير، شطفتها شوية كده في المية، انزل بس نسمة من الصابون في المية، وبعد كده اخدت الليفة المغربية وفضلت افرك في ايديا علشان اشيل الجلد الميت اللي موجود في الايد وحوالين الصوابع وفي العقل طبعا بتاعت الصوابع. فركت ايديا كويس جدا، والايد التانية برضو نفس النظام علشان اقدر اقشر كل الجلد الميت وتساعدني على التفتيح والنضارة وتفضل ايديا ناعمة. طبعا هتفضلي تكرري الحركة دي لمدة 3 دقايق. طبعا يا بنات خلاص انا دلوقتي خلصت ايديا من الليفه المغربيه. دلوقتي الخطوه الثالثه، جبت السكراب بتاع ستاركي فردته على ايديا الاثنين، وفضلت اعمل صنفره او تقشير لايديا لمده 3 دقايق، لان حبيبات ستاركي دي حبيبات خشنه فبترطب وبتنعم الايد، ومناسبه جدا لبشره الجسم والايد، بس مش مناسبه خالص لبشره الوجه، فعشان كده انا خصصاها دايما للبادي كير سواء لرجلي او لايدي. تمام يا بنات، ودلوقتي خلاص انا نزلت شوية الصنفرة اللي كانوا في ايديا. دلوقتي جبت الماسك ده من بوبانا، ماسك الترطيب والتفتيح، انا بحبه جدا، بستخدمه على بشرتي وعلى جسمي وايديا. سبت الماسك ده لمدة 10 دقايق على ايديا عشان تتشربه ويساعد على الترطيب والتفتيح، وكمان بيديها ريحة حلوة جدا ونعومة. خلاص يا بنات انا دلوقتي خلاص عدى 10 دقايق على الماسك، فانا دلوقتي بنزل شوية من الماسك في المية عشان
اقدر ان انا افصل فيديو واغسل ايديا وارجع لكم. خلاص يا بنات زي ما انتم شايفين اهو ايديا فرقت شوية. دلوقتي خلاص انا غسلت ايديا كويس جدا من اي مواد او منتجات كويس جدا، وجبت مناديل طبعا زي ما انتم شايفين، وبجفف ايديا كويس، مش عايزة فيها اي مية خالص علشان دلوقتي هستخدم الادوات البادي كير واشيل الجلد الميت. زي ما انتوا شايفين يا بنات اهو هبتدي ان انا امسك التول دي واشيل، دي حادة شوية فبتشيل الجلد الميت من على اطراف الضوافر، فانا بدأت اشيل منها بشيل بيها الجلد الميت اللي على الاطراف زي ما انتوا شايفين، ودي بحاول ابرز بيها او اطلع بيها اي جلد ميت على الضوافر نفسه او ضوافر متقشرة، فدي بتساعدني على تنعيم الضوافر. بعد كده جبت القصافة اللي هي الجانبية دي وفضلت اشيل في الاطراف الجلد اللي بارز عندي. طبعا انا كملت باقي الايدين زي كده نفس النظام، علشان لو عملتهم قدام الكاميرا الفيديو هيطول عن كده. وبرضو اخدت الآلة دي عاملة زي النظام القصافة، قعدت برضو اشيل بيها الجلد الصغير والرقيق لان ليها سن كده فبيدخل في الاماكن الضيقة اللي ما بين الجلد والضافر فبيشيل لي اي جلد زيادة. ودي طبعا بتشيل برضو يا بنات الجلد الميت اللي هو بيبقى جلدة كده طالعة ما بين الضافر والجلد بتاع الايد، فضلت برضو اشيلها بالآلة دي. ومسكت طبعا الآلة دي برضو وفضلت اشيل اي اوساخ او اي حاجات غامقة تحت الضافر، سواء مونيكير كان تحت الضافر او اي اوساخ، طبعا هي بتشيلها بطريقة حلوة جدا وما بتقلمش ابدا ولا بتعور لانها مش حادة، هي بس رفيعة بتدخل ما بين الضافر وبتنظفهم كويس جدا وبتخلي شكل الضافر نظيف وكويس. زي ما انتوا شايفين اهو انا بحاول انجز الايدين، بس طبعا انا عملت الايد التانية وباقي الصوابع اوف كاميرا ورجعت اكمل باقي الطريقة بتاعت البودي كير في البيت. زي ما انتوا شايفين يا بنات بتطلع كل الحاجات الغامقة اللي تحت الضافر والاوساخ او اي جلد ميت برضو بتطلعه، فالآلة دي كويسة جدا والأداة دي حلوة جدا وبنصح بيها ان لازم تبقى معاكي. طبعا زي ما انتوا شايفين اهو بكمل باقي الايدين باقي الصوابع وبطلع الجلد الميت. زي ما انتوا شايفين المية ساعدتني ان هي تخلي الجلد مرن جدا معايا وطري، وان الجلد الميت كله بدأ يطلع ويبان، فبيتشال بسهولة معايا ومن غير ألم. زي ما انتوا شايفين الأداة دي عمرها ما كانت مؤلمة أبدا لأن انتي بتشيلي الجلد ميت بيها، ما بتشيليش يعني ما بتشيليش بيها جلد كويس أو فيه الحيوية، لا ده جلد ميت ما بتحسيش بأي ألم خالص وانتي بتشيلي أطراف الجلد اللي على الأصابع. زي ما انتوا شايفين يا بنات أنا بحب أعمل البادي كير في البيت، ما بحبش أروح أي بيوتي صالون لأن بره ما بيعقموش الحاجات دي، او زي ما حد بيعمل بيها هتلاقي ناس كتير عمل بيها وسهل ان هي تنقل عدوى، فانا بنصح ان انت تعملي بودي كير في البيت، ما تلجئيش لاي حد حتى لو هتعمليه على قدك مش باحترافية، بس هيكون انضف والطف بكتير من بره. الخطوة اللي بعد كده يا بنات خلاص انا دلوقتي شلت كل الجلد الميت، انا بجيب الوايبس وبمسح اي جلد صغير ميت طلع من ايديا علشان ابدأ ان شاء الله في الخطوة اللي بعد كده ان انا اجيب المبرد واشكل شكل ضوافري وابرد الزيادة الحاجات اللي فيها طالعة او بتاخدش اي حاجة فبشيلها. زي ما انتوا شايفين اهو انا ببرد كل الضوافر علشان يبقى شكلها متساوي وشكلها صحي وما يكونش فيها حتت زيادة او متكسرة. شلت حاولت اشيل كل الزيادات المتكسرة او الضوافر المتنية، طبعا انا ضوافري متدمرة الفترة دي من كتر المية، فعشان كده انا بحاول ان انا ايه اصلح فيها شوية. زي ما انتوا شايفين يا بنات بجيب الضافر وبرده كويس وامسح بالوايبس علشان اقدر اشوف انا وصلت لحد فين ويبان عندي الشغل على نظافة. الخطوة الجاية بقى يا بنات هتبقى خطوة كويسة جدا ومهمة لازم تعمليها، ما ينفعش ما تعملهاش في البادي كير لان ايدك هتبقى جافة جافة جدا وهتضايقك. تمام يا بنات انا خلاص بردت كل الضوافر، جبت الزيت بتاع امتنان
واستخدمت لونة الكريم الجسم والإيد وكريم الكعب الرجلين والإيد برضو علشان فيهم نسبة زيوت عالية وتغذية كويسة جدا، واخدت نقطة من زيت جوز الهند وقلبتهم كويس كده وحطيتهم على ايديا علشان تديني نسبة ترطيب عالية، لان انا ايه عملت تقشير قوي جدا لايدي النهاردة. زي ما انتوا شايفين يا بنات لازم احط المرطب كويس جدا على ايدي وما بين الصوابع وعلى الضوافر عشان كل ايديا تتغذى وضوافري تتغذى من اللي شافته النهاردة. تمام يا بنات، الخطوة بقى اللي بعد كده دي خطوة اختيارية ولزوم الشياكة كده او لزوم الايه تدلعي نفسك، اختيارية. لو مش حابة ما تحطيهاش، ان انتي تحطي مثلا مونيكير بعد ال بعد البادي كير، هتحسي ان شكل ايدك بجد حلو قوي وان المونيكير طالع حلو وصافي وما فيهوش اي حاجة. انا حبيت ان انا احط عادي مونيكير بعد البادي كير عشان يدي لايديا شكل حلو جدا، وبحب شكل المونيكير بعد ما بعمل جلسة البادي كير دي لايديا. زي ما انتوا شايفين يا بنات اهو انا بحطها الصوابع كلها وبطريقة كويسة عشان ما الخبطش الدنيا او اخلي المونيكير يوصل للجلد وكده، لان انا لسه منظفة طبعا اطراف الضوافر زي ما انتوا شايفين يا بنات. وطبعا ده كان الفيديو النهاردة عن ازاي تعملي باديكير في البيت. انا طبعا يا بنات مش بروفيشنال خالص في موضوع الباديكير، بس انا حبيت افيدكم بالحاجة الكويسة اللي انتي تقدري تعمليها في البيت وما تلجئيش لاي حد حتى لو كان بيوتي صالون، لان مهما كان بيوتي صالون غالي او كده مش هيبقى فيه تعقيم زي ما انتي تكوني عندك الاداة بتاعتك وبتستخدميها لوحدك، فده انضف واحسن بكتير واضمن لك بكتير وهتطلعي زي النتيجة بتاعت برة وممكن احسن كمان مع التعود والاستمرار ان انت تعملي بادي كير كل فترة كل اسبوعين او كل 3 اسابيع، فاحسن لك ان انت تعملي البادي كير في البيت. ده نصيحة مني ليكي. وتمام يا بنات وجينا لاخر الفيديو، يا ريت لو انت لسه جديدة في القناة ما تنسيش اشتراك في القناة وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، وما تنسيش اللايك والشير وتدعميني علشان اقدر افيدكم في كل جديد. ويلا اشوفكم الفيديو الجاي، باي باي.